مستلقية بآلامها وأوجاعها. تعاني دلال كثيرا عقب إصابتها بمرض السرطان في القولون، وتفاقمت معاناتها بعد توقف علاجها في تركيا إدمان حدوث الزلزال، كما وباتت عاجزة عن تحمل تكاليف الجرعات الكيماوية. ضليت 6 شهور بتركيا أخذ علاجي، وعند اللي طلبوا لي خزعة عملت طبق محوري، طلبوا لي خزعة عملت الخزعة، عند جيت أعطيه نتيجة الخزعة صار الزلزال، وجيت لهون رجعت كفي علاجي هون. بس في الجرعة المناعية مع بحسين أمين حقها، يعني حقها 380 دولار، ونحن نازحين وأحوالنا المادية كتير تعبانة، وجوزي رجال كبير يعني عمره 60 سنة. يقدم مركز الأورام التابع لمنظمة سامس العلاج الكيماوي المجاني والمعاينات وتسريب الجرعات مجانا، لكن المركز الذي يعاني ضغط إقبال المرضى عليه يفتقر للعلاج الشعاعي غير المتوفر في المنطقة، إضافة للعلاج المناعي. حوالاً أمين شيء 70-80% من العلاجات. طبعاً للأسف بقى نحن كنا قدام تحديين، العلاج الشعاعي وهو علاج لا يتوفر إلا في تركيا، ومثل ما أنه ما كان في تحويل لتركيا، لذلك مرضى العلاج الشعاعي بالانتظار لحد هلأ. مرضى العلاج المناعي هو علاج مكلف جداً ولا يتوفر مجاناً للأسف، كمان ما بيقدروا أغلب مرضى يأمنوا بسبب غلاء السعر. في عنا مشكلة مرضى اللوكيميا، مرضى بيضاض الدم، هدول المرضى بحاجة لعلاج إسعافي وسريع ومستعجل، وبدهم مراكز متخصصة لهالعلاج. للأسف كمان هدول لقينا فيهم صعوبة. طبعا نحن بقى بنناشد المعنيين بهالأمر يكون في مساعدة، يكون في دعم أكبر لمرضى السرطان. نحن نحقق بالمرحلة الحالية نأمن علاج كافي لكافة أنواع السرطان كعلاج كيماوي ومناعي، تأمين ممر إنساني دخول المرضى العلاج الشعاعي ومرضى اللوكيميا إلى تركيا. تشير الإحصاءات الأخيرة لارتفاع إعداد مرضى السرطان في شمال غرب سوريا بمعدل 200 حالة مراجعة للمركز شهرياً، فيما وصلت أعداد المرضى بالسرطان قرابة 2000 مريض حسب إحصاءات رسمية، جلهم يناشدون تركيا لمساعدتهم في مواجهة السرطان. عقب توقف رحلة علاجهم في تركيا بسبب الزلزال، يلعب العامل الزمني دوراً هاماً في إنقاذ حياة نحو 1780 مريضاً بالسرطان في ظل عجز الكوادر الطبية وعدم توفر المعدات اللازمة هنا. مصطفى الخلف لقناة الرافدين، مدينة إدلب.